الاستاذ الفاضل اللي قدم الطلب يفضل يستريح. يتفضل يستريح. تفضل. تفضل. مدحت حلمي مرسي محامي حضر بصفته وليا طبيعيا عن لجنه القاصر محمد مدحت. انا بستاذن معاليكم في القرابين الاثنين مش هكتر. بدعي مدنيا ب 5000 واحد. جنيه على سبيل التعويض المؤقت. سيادتك أول مرة تحضر؟ نعم يا ريس أول مرة. سددت الرسم؟ أنا لسه أول حضور ليا النهاردة. طيب أنا بدعي مدنيا ب 5000 واحد ضد المدعي الأول. اسم حضور الأستاذ؟ مدحت حلم المرسي وادعى مدنيا وليا طبيعيا ووعد بسداد الرسم. الطلب الثاني بعد إذن معاليك. الطلب الثاني حضراتكم مشكورين. تفضلتم دلوقتي بإصدار أوامركم بدخول المحامين. أنا عشان أخش المحكمة النهاردة دخلت بثورة، بستأذن عليكم هل جلسة بكرة هيحصل فيها نفس النظام؟ أنت لو كنت حاضر صادم أول لما جيت كنت سمعت أنا قلت إيه؟ أنا سمعت حضرتك لكن اتفضل دير أدير الميكروفون سيادتك. أنا بعز عبد الرئيس الميكروفون باستئذان. لو سمحت. نفس الكلام. لو سمحت. نفس الكلام. اتفضل يا أستاذ. عبد الرئيس. أمير حمدي سالم وكيلا على المجني عليه محمد عطالله بالتوكيل ثابت سبق اثباته في الدعوه. طلبات سيادتك. طلبات سيادتك. طلبات. اولا مكتوبه سيادتك. مكتوبه يا فندم بس لازم اقولها. لا 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 سلمتها لسه هسلمها. كلمها. اتفضل. الطلب الاول ضبط وضم دفاتر حركه الاتصالات والمراسلات وكافه المكاتبات والمقابلات التي تمت بين الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وحبيب العدلي وصفوة الشريف وحسن عبد الرحمن وآخرين والموجودة بمقر رئاسة الجمهورية ومقر إقامة الرئيس المخلوع السابق محمد حسني مبارك. الطلب الثاني ضبط كافة المكاتبات والمراسلات والاتصالات التي تمت بين الرئيس المخلوع ورئيس المخابرات العامة والموجودة بمقر المخابرات العامة وكان مسؤولا عنها عمر سليمان رئيس المخابرات العامة السابق وآخرين لجهاز المخابرات العامة وجهاز الأمن القومي. الطلب الثالث. هما كم طلب يا أستاذ؟ معلش يا فندم. كم طلب يا أستاذ؟ هيبانوا دلوقتي. لا قول لي كم طلب؟ 10 طلبات. لا خلاص. لا 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 مذكرة. لا 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 أنا أقول لحضرتك حاجة مهمة. يا أستاذ. يا فندم أقول لسيادتك حاجة مهمة. الطلبات دي نحن القضاء الواقف ونملك محضر هذه الجلسة ولنا الحق فيه تماما وفي تحقيق دفاعنا على الوجه الذي نراه. سيادتك الوجه تراه وجه قانوني. يا سعادة الرئيس. والمحكمة تملك المحضر كما تملك. وأنا ما بقولش طلبات في الهواء. وأنا لا أقول أقوال مرسلة. أنت لا تملك مفردك. أنا ما بقولش أقوال مرسلة يا ريس. اتفضل. وأرجو إن إحنا نحظى في شعور تام جو دفاع ومحامين بان احنا واقفين في مكان لائق بنا. اتفضل. احنا مزنوقين وفي اشكاليه اتفضل. لكن اتفضل. انا احب ان انا اشعر اتفضل. ان انا واقف بدافع عن مهنه المحاماه نفسها. اتفضل. اتفضل. المطلب الثالث ضبط كافه دفاتر وسركي حركه المكاتبات والاتصالات والاوامر الصادره من وزير الداخليه المتهم حبيب العدلي والمتهم حسن عبد الرحمن بوزارة الداخلية بلزغلي ومباحث أمن الدولة السابق بمدينة نصر وكذا ما تم التحفظ عليه لديهما من قبل المدربين والمتخصصين في أعمال القناصة وضبط دفاتر سركي السلحليك والذخيرة المخصصة لبنادق القناص. وحضرتك
في ملف الدعوة النيابة مشكورة، قامت بعمل هائل وجهد تشكر عليه في هذه الدعوة وغيرها. إنما لما راحت عملت معاينات ورسم كروكي لعملية القتل بالقناصة من فوق مبنى وزارة الداخلية، عملت كل الشغل عدا ضبط سركي السلاحليك والذخيرة.